التواصل مستمر والإثارة مستمرة شوطا تلو الآخر، انطلاقة شوطنا الرابع. هذا الشوط الذي خصص مشاهدينا الكرام بالجعدان أيضا المهجنات العصائل. نسير مع مقدمة الشوط وناخذ المركز الأول من تصدر قيادة هذا الشوط على الصدارة الأولى وعلى المقدمة. شعار العمدة بدأ يتصدر هناك، ولكن معزز اللي بدأ يتعزز هنا بقيادة هذا الشوط وبالمركز الأول. عامر بن أيضا بن مصبح بن عامر المنصوري الذي يقدم لنا حضوري وتواجد، اللي هو بالفعل معزز بن حويرب متواجد على المقدمة، بينما المركز الثاني يتواجد هزام لسيد سالم سيد مسلم بن سلطان بن سالم الزرعي يقدم هزام، بينما المركز الثالث القادم تحذير عامر بن قانوش بن محمد العامري، وتليه ايضا الوضيحي عامر بن قانوش بن محمد العامري يقدم اسمين على التحدي الاول وعلى الكوكب الرباعيه، بينما المركز الخامس خامس المراكز نتاخر ونرى الاسماء القادمه وتحدي ايضا المركز الخامس في هذه اللحظه الواصل ايضا شعار بن بهيان القادم الفارس عامر بن قانوش بن محمد العامري يقدم الفارس على المركز الخامس، والمركز السادس ادهم لمحمد بن مطر بن معيوف الاكتبي يتواجد في تحدي هذا الشوط. هكذا الست المراكز الاولى المتقدمه من الجعدان المهجنات العصايل، هناك اسماء ايضا حاضره في مسار هذا الشوط. نعود الى المقدمه والى صداره المركز الاول.
تزال معزز على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول عامر بن مسبح بن عوير بالمنصوري يقدم لنا مشاهدينا الكرام معزز على قيادة الشوط بينما المركز الثاني هزام المسلم بالسلطان بن سالم الزرعي يقدم هزام على المركز الثاني والمركز الثالث وصل في هذه اللحظة والقادم عنان لسيد علي بن حمد بن سالم العفاري يقدم عنان الذي يعاني من المراتب أيضا المتأخرة إلى قيادة أيضا المراكز المتقدمة في هذه اللحظة يسير بنحو المراكز الجميلة أيضا باحثا عن الفوز والانتصار بينما المركز الرابع رابع المراكز وصل هباد على المركز أيضا الرابع لسيد عبد الله بن عتوق بن شامس العامري يقدم هباد بينما وصل في هذه اللحظة والقادم بدران محمد بن عتيق بن زيتون والمركز السادس أدهم يتواجد لسيد محمد بن مطر بن معيوب هكذا الإثارة هكذا التحدي نعود إلى قيادة الشوط وإلى المركز الأول وإلى البداية هناك بالتحدي والمقدمة يا سلام مسيطر العفاري عنان بدأ يسيطر على المسار علي بن حمد بن سالم العفاري المركز الثاني هزام يتواجد هزام وعنان وهناك أيضا معزز وبدران وصل وهباد متواجد يا سلام مقدمة الشوط لازال عنان عاني للفوز عاني وهزام يبغي يهزم الكل يا سلام شوف يا بدر البدور يا بدران الله سلام بدران راح بدران انطلق بدران سيطر على القيادة على البداية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم الفنون يقدم الحضور يقدم التواجد يقدم الإثارة بمقدمة هذا الشوط راح بدران انطلق على البداية على المركز الأول هناك هزام على المركز الثاني لمسلم بن سلطان وعنان بدأ يتحرك علي بن حمد بن سالم العفاري ولكن مقدمة الشوط البداية الأولى المركز الأول القيادة الصدارة بدران المسيطر بدران على القيادة بدران على المركز الأول قائدا هناك على المسار على التحدي على قيادة هذا الشوط بالمركز الأول سلام منازف النقطة الثانية على التوالي تهانينا والناموس لسيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على فوز بدران بهذا الشوط المركز الثاني لسيد علي بن حمد بن سالم العفاري المركز الثالث لمسلم بن سلطان زرع المركز الرابع وصل في مشاهدينا الكرام لسيد سيف لسيد سيف بن راشد بن سويدان هكذا كانت نتيجة هذا الشوط نعود ونهني محمد بن عتيق بن زيتون على فوز بدران بهذا الشوط 8:27